لا يمكن أن تعبر بجانب موسيقاه دون أن تلتفت وتطيل التأمل، فالصوت صورة تقودك إلى عوالم لم تخلق بعد، لكن قبل ذلك هو الأول بكمانه كعازف أول في الأوركسترا السيمفونية السورية لسنوات ولن يترك المكان. هو من أنشأ المجموعات الموسيقية السورية من الرباعي إلى زرياب وماري، عاشت لسنوات ولم يترك ما أنشأ. هو الذي أعطى لأعمال مرئية بعد صورة آخر عندما وضع موسيقاها، فصارت أعمالا مشاهدة لا تترك، لأنه ما تركها لعبث الريح في قصب متروك بجانب النهر. ابن عائلة غنت من عقود مضت لدمشق الطريق، هلا هلا هيا نطوي الفلاطية نسعى لسوريا. فكانت دمشق أختا لهم بالروح، وكانت لضيف الروح بحد ذاتها. لم يتركها كما لم يترك كمانه الأول وفرقه التي أنشأ ورقي موسيقى ألفها. من قلب دمشق إكسترا في ضيافة الموسيقي الأستاذ رعد خلف. كان حلو كتير أستاذ، يعني أنا أخذني المكان لدرجة أنه نزيت. ودي أسأل أول شيء، تكتب هون كل الموسيقى؟ يعني أنا ما فيني سمي مكتب، ما فيني سمي استوديو، هو مكان معيشتي الحقيقي، مكان الإلهام، وبيتغير بشكل دائم بالمناسبة. يعني أيضا حسب أحيانا بتلاقي كنبايات بمكان تاني، الأجهزة بمكان ثالث، بيعمل لك هذا الهوس اللي مطلوب منك أنك تكون داخله حتى تعرف تشتغل مادتك الموسيقية. ما بتكتب إلا فيه؟ ما بتكتب إلا بدمشق؟ هذا حصرا، لأنه الإلهام ما إجاني إلا في هذه المدينة حقيقة. أحيانا بتخطر في بالي أشياء، أكون في القاهرة، أكون في بيروت، في دبي، في أوروبا، بس من متذكر أنه في عمل كتبته كبير له قيمة يعني فنية ما معينة إلا وكان في دمشق وفي هذا المكان تحديدا. يعني هذا غار حراء وكر. طيب هذا مو خلل بشكل من الأشكال؟ يعني بالنهاية المبدع لازم يكون قادر على استحضار فكرته وإبداعه بأي مكان، بغض النظر عن جغرافيا معينة أو على أثر معين. هذا المكان أنا بيعني لي أنه هو في دمشق. أوروبا جميلة ومناظر، وتعرف هذه الأنهار والخضار، اللون مختلف، هذه الراحة، هذه الاستراحة اللي بتعملها البصريات والتنفس، وهذا أنا ما بتخلق عندي حالة من الكتابة. بهذا المكان حقيقة أنا أشعر أنه أنا تستنطقني كثير من الأشياء، ذكرى ما معينة، طريقة ما معينة. أنا ما بعرف أكتب بمكان واحد، كل مرة في مكان، كل مرة بتستلهم شغلة. إيه ممكن أنا أطلع أتمشى في دمشق يطلع بذهني شيء ما معين، ولكن العودة في الكتابة إلى 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 إلى, إلى هذا المكان هو استنطاق لي، يعني هو حاكمني، ما أنا قادر سيطر عليه. يعني إذا تركت هذا المكان تركت جذورك، لهذا السبب لم تترك دمشق؟ هذا سبب حقيقي. أنا ما بقدر أكتب في أي مكان آخر، أنا أذهب إلى المكانات الأخرى لعمل ما معين، لقاء ما معين مع شخص ما، لقاء أصدقاء. أما فيما يتعلق في العمل، يعني كيف بيقولوا أنه انفردت لي الأرض ذهب بمكانات أخرى واستوديوهات كبيرة وضخمة وفرخ، قلت له ما بقدر بدون هذا المكان وبدون الناس اللي أتواصل معهم في هذا المكان. بالتسعة وسبعين بس تركت بغداد؟ تسعة وسبعين تركت بغداد. طلعت أم
باعتبار جذور؟ لا لا تماما، هي كانت سفرة اضطرارية حقيقة بسبب الكثير من الإشكالات اللي كانت في العراق آنذاك، خاصة منها سياسية. وسافروا الأهل أولا تمام، وبقينا أنا وأخي الكبير نديم، وكانت هي رحلة طويلة ممتدة من بغداد إلى دمشق إلى صوفيا إلى الكويت إلى اليمن، ثم الاستقرار النهائي كان في مدينة موسكو، لأنه كانت الفكرة إقلاع الدراسة. إقلاع الدراسة. بس يبقى شيء من الجذور بالمكان لما نترك جذور؟ أكيد، يعني في شوق، في حنين إلى 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 هذا العراق، إلى بغداد الجميلة. طبعا بغداد الجميلة في ذاكرتي، أنا طلعت من العراق عمري 14 سنة، ما بقدر أتخيل العراق إلا بهذيك الذكريات. زرت العراق من سنة تقريبا من وفد، يعني كان الأسبوع الثقافي السوري، وعملنا هناك حفلات. كانت المناظر محزنة بالنسبة لي، بغداد تغيرت كثيرا في ظل هذا التغيير الأول والتغيير الثاني وحرب 2003، والعراق ما صحى لحد الآن من ويلاته اللي عاناها بشكل متواصل. في تربية من وقت واحد ما بيترك مكانه لوقت ما بيصير باسمه الكبير. رعد خلف باسمك الكبير، الأهل مو مين أنجبه، الأهل مين ربه، هيك يظهر. مشان هيك بحس فيك شامي سوري أكثر، يعني أكثر ما تكون بغدادي عراقي. أنا أهلي ورطوني في الشام، عشق أهلي لدمشق، ومجيئهم في الثمانينات والغناء إلى هذه المدينة الجميلة، وفكرة الوالد حميد البصري بالاستقرار في هذه المدينة هو اللي خلق لي هذا العشق. هي تربية فنية موسيقية اجتماعية بالكامل. الوالد أقر أن يستقر في دمشق لهذا الجمال الفني الموسيقي اللي موجود في البلد أولا. الموضوع الثاني هو حب دمشق، وقت اللي لحن أكثر من أغنية إلى سوريا وإلى دمشق بالذات، هذا حقيقة وليست فكرة وليدة حالة سياسية ما معينة أو لأنه موجود هو هنا، لا، هو حقيقة هاجس هذا الموضوع. يمكن لو ما اضطرار ولا العمل في بعض الأشياء هذا ما كان يمكن ترك دمشق إلى هذه اللحظة. فظلينا مستمرين أنا وياه، أنا دائما أهتكوا بهذا الموضوع، أنه أنت تطلب مني حاليا أنه ممكن أن نطلع أو نشوف أوضاعنا وهذا، بقول له أنت السبب، أنت هوستني في دمشق فانهوست فيها كليا وتزوجت وولادي خلقوا في دمشق، فصار الارتباط أوسع بكثير من فكرة أنك أعمق بكثير من أنك تترك هذه المدينة. هلا هلا هيا نطوي الفلا نسعى لسوريا، هلا هلا هيا نطوي الفلا طيا نسعى لسوريا، للبلد الصامد لشعبها الماجد، للبلد الصامد لشعبها الماجد، نحقق الغاية ونرفع الرايات لمجد سوريا. أي بس بيضل واحد مرتبط بأهله بشكل كتير كبير، يعني الوالد هو البصري لكن أنت خلف، هو حاولت تهرب من أنك تكون تحت عباءته يعني؟ لا لا، هي كنية فنية حتى ارتبطت بوالدي، أنه هم كل الناس بتعرفوا حميد البصري ولكن في الوثائق هو حميد خلف. نعم. تمام. يمكن هذا إلى وقع اختلاف الكنيات حاليا، شكل إشكالية مثلا عند أختي بيدر، مغنية هي موجودة في أوروبا، أخي أور الأصغر مني الرسام، أنه هم يبقون تحت الكنية الفنية ولا ينتقلون إلى الكنية اللي موجودة في الوثائق، فارتأوا أنه يبقوا باسم بيدر البصري وأور البصري.
فأنتوا أخوة لكن بكلمتين مختلفتين. تمام. ارتباطات فنية. أنا لا ارتأيت أن لا أتكنى بهذا اللقب لأنه هو لقب يعني متداول ومحفور باسم حميد البصري. تمام. إيه لا أخفيك سرا أنا حاولت أن يكون لي نوع من ما من الانفصال بهذا المشروع حتى يكون الاسم له علاقة ببروجكت بمشروع ما معين أطلقه أنا من خلال تواجدي هون في دي. مشان كمان يمكن ما ينقال انه ساعدوا اسم الوالد او شيء. بالضبط. هذا نهائيا ما بدي اتكي على هذا الموضوع. هذا مر علي حقيقة لا أخفيك سرا. هذا الموضوع مر علي. يعني هذا اللي بدي اكتشفه انه مر عليك. لا تماما مر علي وحاولت اتجاوزه انا لفترات طويلة. تمام. لكن هذا لا يعني انه انت ما معجب بالطريق واقصد فرقة الطريق. شوف حميد البصري وشوقية العطار والدي ووالدتي هم مدرستي الأولى الحقيقية. مدرستي الأولى في كل شيء في الحياة وفي الفن بالذات. هذا نمط الفن الملتزم أثر علي حتى من ناحية مادتي الموسيقية اللي أنا بشتغلها في الموسيقى التصويرية كتأليف. بالضبط تأليف موسيقي. ولحد الآن أنا لا أستطيع القبول بمسلسلات تكون دون المستوى المطلوب أن يكون لها مستوى إن كان فكري ولا اجتماعي ولا تاريخي ولا سياسي يكون لها فكرة ما معينة حتى تقدر توازي شيء اللي أنت طموح أنك تقدمه في حياتك الفنية. بس في إرث كبير وعنده حضور بذاكرة الجمهور لفرقة الطريق ومحبوب ويمكن هلا وقته. يمكن إذا رجعنا نغني هلا هي نطوي الفلا طية نسعى لسورية تزبط هلا منيح. صحيح تزبط منيح. يمكن بدنا نغير كم جملة أو شوف فرقة الطريق العراقية فترة هي كان فيها وجود لي هذا ما سمي في السابق الحركات التحررية. تمام. وجدت ضمن هذه الحركات التحررية في وطننا العربي مجموعة من الأشخاص اللي قدروا يخلقوا حقيقة سلاح جديد اسمه الأغنية السياسية. مارسيل خليفة، الشيخ إمام، فرقة الطريق العراقية، فرقة جيلجيلاني المغربية، فرقة مارسيل خليفة عمل الميادين، في فلسطين أكثر من فرقة طلعت، أثروا حقيقة في الشارع. حاكوا مراحل ما معينة سياسية فكرية اجتماعية في هذاك الوقت. مارسيل خليفة لحد الآن وقت اللي بعيد أغاني القديمة بتنطبق على الحالات هلا. كل فرقة الطريق بالضبط. فرقة الطريق حاليا إذا بترجع يمكن نص أغانيها المقطع الثاني من هذه الأغنية بيقول نخبرك سورية يا أختنا في الروح، نخبرك عن بغداد كيف سبى الجلاد أهلي وجيراني. فتشعر أحيانا أنه الشعر كتب حاليا يعني هلأ اليومين. تماما. كان لهم وقع، كان لهم وقع علي أنا كبير حقيقة. هذا النمط اللحني البسيط اللي اخترق كان يعني يخترق الناس بشكل كتير جميل. بكل هذا الحضور المنفصل عن البصري الوالد وهي الخبرة يعني اللي معلش يمكن تفوقت بشكل من الأشكال ولا بمحل على نتاج فرقة الطريق، تقدر تضيف جملة موسيقية واحدة على واحدة من الأغاني؟ كان في محاولات مني وشعرت أنه هذا سيكون تخريب أكثر منه إعادة صياغة التراث أو الفولكلور أيا كان شكله. فيه صعوبة هائلة. الناس سمعت هذه المادة بهذا الشكل. أحيانا أنا ضد إعادة توزيع أو إضافة نوطات معينة لأنه إحنا من جيل 2014 والقرن 21 والتطور التكنولوجي. لا، لأنه أنت لا تستسيغها. صارت هذه الحالة وقت أعاد زياد كثير من أغاني عاصي إلى فيروز. لا تعجبك؟ لم يعجبك الإعادة؟ لا قد ما كان في عبقرية. أذن اعتادت. أنا صغير، أنا كبير، الختيار، والدك، والدي، الصبايا والشباب. إضافة أحياناً الإضافة ما بتخدم الشيء.
أنا لا أعتقد أني أقدر أضيف على هذه البساطة اللي اخترقت الناس ووصلت لكل البيوت من البسيطة للكبيرة بآلة عود ثلاث أصوات غنائية يونيسون متوحدين اثنين دفوف وآلة عود. خلاص اخترقت هذه الحالة، قدرت توصل للناس بشكلها الأسرع. قد ما كبرت الأوركسترا وضفت نوطات وأشياء من القبيل، ما بتوقع رح أقدر أخدم طبيعة هذه الأغاني. بس يمكن تعيشها السنوات لقدام، ونحن جيل بنحب يوصل للأجيال القادمة. لازم نرجع نذكر فيهم، لازم نرجع أو لازم نقول هذا الطريق يبدو ساتو مثل ما هو، مثل ما هو صح. يمكن عريض يمكن قصير، في تشابه يعني بين التجربة هاي وتجربة الرحبني بشكل من الأشكال، وكمان في علاقة بين أسرتكم وأسرة عاصي الرحباني. تمام. وفيروز، عندك شيء بذاكرتك عن هاي العلاقة؟ هلا هم كانوا بيعرفوا بعض من أول ما سافر الوالد إلى لبنان والتقى بمرسيل خليفة وطلعوا سوا إلى بيت الله يرحمه عاصي وفيروز، وكانت المعرفة كبيرة وهائلة. وثم أتوا إلى بغداد في السبعينات، عملوا حفلة رحابنا، حفلة ضخمة كبيرة جدا. فوقتوا نحن التقينا فيهم بشكل كبير بصفة العائلة العراقية الوحيدة اللي بيعرفوها في 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 بغداد، وصار في جلسة عنا في بيتنا في بغداد ايضا موجوده. كنت حاضر كنت حاضر وانا بعرف انا استقبلت فيروز، كنت صغير، انا اللي استقبلتها في المطار. هم كلفوا، هي حادثة تاريخيه بسيطه، كلفوا والدي ان يستقبل فرقه فيروز بصفته ممثل عن نقابه الفنانين، ان يستقبلهم في المطار. واختاروا حميد البصري اللي معرفته فيهم، يعني ما اختاروا بس فقط كي يمثل وزارة نقابة الفنانين، في معرفة تمام. فوقته طلعنا ببوكي ورد، ودخلت إلى الصالون وشفت فيروز، وكان منصور وعاصي ونصر شمس الدين الله يرحم اللي فيهون، وقدمت البوكي إلى فيروز وباستني وسألت والدي حميد هذا ابنك، والشغلة هيك صارت طويلة. المهم فأنا رحت على مدرستي، مدرسة موسيقى والبالي في بغداد، وبقيت أسبوع. أنا قلت لهم لأهلي أنا ما راح أغسل وشي لأنه فيروز باستني من خدي. فيعني كانت هيك ارتبطنا بعدين في كثير من الأشياء. إجا منصور الله يرحمه كثير إلى دمشق، كان في زيارات، عندي علاقات مع الشباب الأولاد، أولاد منصور غدي، وكثير علاقة قوية. بعدين وقت اللي اشتغلت أنا فيلم سيلينا للرحابة، يعني كانت بموافقة وخلينا نقول مباركة منصور شخصيا، تمام، انك تاخذ هذا الميراث وترجع تعيد صياغته، تعيد توزيعه، لانه كان الفيلم ميوزيكال. صار في كثير إشكالات بالبداية، إشكالات خلقوها الناس لم نخلقها نحن بيننا، كانت بيناتنا علاقة كثير طيبة، وهي تجربة لعمل فيلم ميوزيكال من هذا النمط على شيء ما من الموروث، من الموروث. وكنت ناجح فيلم سيلينا على المستوى الموسيقي، طبعا الألحان معروفة، لكن صحيح. إعادة صياغة الموسيقى التصويرية في العمل، يعني بنحط له علامات عالية، مو برأي كل النقاد والمتابعين والجمهور بشكل كبير، يعني وهذا شيء لمسنا. في عندي موضوع أهم، كانت بغداد حلوة وقتها صح؟ تتذكر؟ اي تمام. وكانت الشام حلوة، كانت بيروت كمان حلوة، هذا المثلث، مثلث الجمال. هلا هذا مثلث الموت، مثلث الرعب، مثلث القلق. وسط هذا المثلث وهذا الموت والقلق، أين هي الموسيقى؟ هل هي الحل يا ترى؟ شوف، لو ما كانت الجذور والأصول كتير قوية بين بغداد وبيروت ودمشق كان سقطنا من زمان. ليست الجذور فقط، في قوة داخل الناس تخليها تعيش لسه 1000 سنة بكل الهالة المرعبة اللي من حوله. وهذا ما نشوفه حاليا، التوق للعيش للحياة، لا أحد يصدق. السنة الماضية
ما في أيام فارغة في دار الأوبرا إذا قررت تسوي حفلة ما في يوم فاضي لك. تدخل للقاعة الكبيرة بيكونوا العازفين يأسانين أنه لي شو بده يملاها هلأ 1100 شخص. بتجي تدخل على المسرح، هذا حدث معي أنا تمام، أحدى العمليات التفجيرية اللي صارت في دمشق، بنجي الساعة 4 نحن على الحفلة ما في حدا في الشوارع، رعب هائل، بنجي الموسيقيين بنهدي بعض إنه يلا معلش يجوز رح يطلعوا اللي على الستيج أكتر من اللي بالصالة. نفاجأ غير الصف الأولاني والصف أول وثاني تقريبا في كم كرسي، يعني في 100 كرسي فارغ في الصالة، الصالة ممتلئة عن بكرة أبيه. هذا شيء مو بي يعني أنت أصبحت مجبور أن تعالج الموقف والناس والحالة، وهذا الضغط الضغط السلفي اللي من حولك أن تعالجه بالموسيقى. حقيقة أصبحت المادة الموسيقية، المادة الموسيقية والمادة الموسيقية الغنائية خليني أقول، هي إحدى المقومات الأساسية لعودة هذه الحياة في هذه المدن، وأتحدث عن دمشق تحديدا. هناك وظيفة ملقى على عاتقنا بإعادة هذه الحياة. اتصل فيني أحد المسؤولين الألمان في أحد المهرجانات الكبيرة في ألمانيا، وسألني هذا التاريخ المطبوع على الحفلة تبعك اللي أنت عم تقود فيه هل هو تاريخ مزور؟ قلت له لا، هذا التاريخ بيطبعه التلفزيون السوري لتوثيق هذا الحدث في هذا التاريخ. قال لي كيف وصلتوا لدار الأوبرا؟ قلت له أنا وصلت والجمهور وصل. وما أناك مصدق، هو شاف مقطع فرجاي أحد، فقلت له زور اليوتيوب هذا المقطع كذا كذا من حفلة دار الأوبرا. قلت له مو حفلتي فقط، عشرات الحفلات، الفرقة السيمفونية كل شهر عنده يا حفلة يا حفلتين. أصبح هذا الموضوع أساسي. اتعمل مهرجان للسينما في دار الأوبرا تمام؟ ما في محل، ما في محل للشباب والولاد اللي عم بيطلعوا من الجامعة ويجوا، ما عاد في مطرح، صار موظفين الأوبرا يضطروا يسكروا. في الفن هناك علاج. أنا سبق وأن ذكرت هناك مقولة، أحدهم خاطب رامير رالان الكاتب الفرنسي، فقال له بدي إياك تكتب قصيدة بقوة السيمفونية الخامسة لبيتهوفن، لأنه حابين نسمعها للشعب الروسي وقت قبل الثورة الروسية 1917. التشبيه، قد ما كان الشارع قوي، قد ما كان لوحتك، قد ما كان في شيء في الموسيقى له علاقة بنهضة الناس. انت حاليا لا، انا ما فيني اسب عفوا يعني او تهجم على بقيه الفنون تمام، لا بس انت عم تحكي عن الفن اللي انت بتمثله اللي تمام. بتعيشه، شوف يبدو انك بتعيش الحياه الموسيقيه، يعني بتتعامل مع كل شيء بشكل موسيقي. انا لا لك، انت فقط اللي بتدمع عليها عينك وبتوقف شعر ايدك وبتهز مشاعرك الاغنيه، النشيد، المقطوعه الموسيقيه القويه، المارش تمام؟ ما ممكن أنت توقف قدام لوحة وتستوحي منها كل هذه المشاعر والمآسي، ما رح تخلق عندك هذه ردة الفعل مثل ما بيخلقها تخلقها الحالة السمعية تمام؟ بعد عشرات السنين من 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 كتابة نشيد موطني في هذه الأزمات، كل ما حدا يغني موطني هلا في 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 أحداث غزة عم بينزلوا نشيد موطني ملائم جدا له، وعم توقف شعر جلدنا على 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 على, على هذه المآسي اللي اللي اللي, اللي عم نشوفها بشكل يومي. في كل الأحوال الحالة الموسيقية، أنا برجع لسؤالك، إيه أنا ملقى على عاتقي وظيفة أن أعيد للناس حياتها، أكتب صح في الموسيقى التصويرية، أستطيع أن أقدم أغنية لها علاقة بالوجدان، أن أبقى أذهب إلى المعهد كي أدرس هذا الجيل اللي رح يكمل هذا المشوار وسيبني الحياة الجديدة في 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 إعادة الحياة إلى دمشق كما كانت جميلة وإلى سوريا بالمجمل عن طريق المادة الموسيقية. Thank you.
بس بيستوقفني بكلامك شيء له دخل بأثر الموسيقى اللي هو مثل ما قلت بأشعر بدني عليها بدمع. ما فينا بس ننكر أنه بالبدء الكلمة الحرف هو الأساس. هبوب الريح على القصب هو اللي عمل صوت الناي. صحيح. التمرد على الصخب هو اللي عمل على الصمت هو اللي عمل الصخب واللي عمل الضجيج. كلها صور. هاي جملتك الموسيقيه راح تخلف تبدا من صوره ولا بتبدا من تفصيل بتطلع من الشارع؟ في كيمياء غريبه بجملتك الموسيقيه عن جد. اذا في لك ترجمه تقدر تحكي لنا اياها لنعرف منين بتطلع الجمله الموسيقيه بنكون عملنا سبق. أنا كمؤلف موسيقي احترافي ضد الموسيقى المجردة. الموسيقى المجردة هو علم. أعلى درجات كما يقال. علم. أنا عم أقوله ليس فقط درجة. الموسيقى المجردة هو علم كيف تستطيع أن تبني هذه الحالة يعني روحانية من التيماتيكا لحن ما معين مع توزيع ما معين وهي مجردة. تمام؟ أنا ضدها بالكامل. أنا لا أستطيع كتابة مادة بدون عنوان. إذن الجملة بالبداية أنا لازم أكتب جملة أو أكتب عنوان ما معين حتى أقدر أدخل لطبيعة هذه الموسيقى كي تصلك أسرع. أحيانا بدون ما أقلك أنا هذه المادة هيك اسمها أنت لازم تستنطقك. يجوز أنا هوسي في من دراستي الكلاسيكية في عالم الغناء والغناء الأوبرالي والأوبرات والمسرح الغنائي يمكن خلاني أدخل أسرع إلى عالم الموسيقى التصويرية اللي بشعرها هي أقرب شيء بالنسبة لي في يعني أقرب شيء بالنسبة لي في عالم التأليف. ما بقدر أنا أكتب مادة مجردة. ليش إذا أنا ألغيت الكلام؟ أنا آسف لمقاطعتك. لأن إذا ألغيت الكلام أعتقد أنه علامات الموسيقى ممكن تعود. هذا صح. أقصد العنوان هو عنوان إلي. عنوان إلي لا أكتب. أنا لا أكتب العنوان كلمة. أنا أكتب الليل على سبيل المثال. فأنت بتكتب عن الليل وتفاصيله. أنا بدخل بهذه التفاصيل بدخل لمستوى أنه أنا ببتكر لها حالة ما معينة حتى أقدر أنا أكتب الـ شوف في التأليف الموسيقي هناك أدوات نستخدمها ميكانيكيا لا إراديا. أنا حاولت من أنهي دراستي أن لا أستخدم التقنيات. يعني أنه تكتب التيمة وبعدين تحط لها فلوت وأوبا وكلارنيت ولازم يكون لها باص. لا. أحيانا بتجيني حالة لأربع كمانجات. حالة خاطئة في الكتابة التأليفية تكتب لأربع كمانجات ما في كلياتهم على نفس الرينج. بس بتجيك هذه الحالة لأن هي مطلوب منك أن تقدم هذا الليفل من المشاعر، هذا الليفل من الأحاسيس، هذا النوع من التوتر. تمام؟ فأنت ما بحدد لنفسي شيء. أحيانا بيجيك موسيقى تصويرية لمسلسل ما معين على سبيل المثال مع شوقي الماجري. أنا بعملي مع هذا الشخص مع هذا المخرج هو دائما بحث. أنا ببدأ مع بداية النص أقرأ حلقة بحلقة ثم نتجه باتجاه أن نبدأ بتجربة هي مو تجارب. يعني أنا مو بشتغل قطعة بسمع بيقول لي حلوة ما حلوة. لا، احنا بنضل بنحكي لفترات طويلة. أحيانا بيكون في جملة في 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 أكثر من عمل ببعث له الجملة على الموبايل بيسمعها كجملة موسيقية مجردة من الهارموني مجرد من هاي. لأنه في عنا عنوان اسمه الجريحة مثلا. تمام؟ بنت جريحة لازم أنا أكتب لها نوع من أنواع التيماتيكا المناسبة لهذا الكاركتر اللي هو عم بيشتغل على شكله عم بيشتغل أو الممثل عم بيشتغل على طبيعة التمثيل. أنا لازم أكون أحد هذه الأدوات المناسبة لـ 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 لهذه الشخصية. فنبدأ من هذا الموضوع الطفيف الصغير ونشوف كيف فينا ننتشر وكيف فينا نتوسع داخل هذا العمل الدرامي. بس أستاذ راد يعني هلأ من خلال حكيك وإذا عرفنا التجريد بأنه هو العمل على إيحاء المضمون أنت تتكلم بأعلى مستويات التجريد الآن. صديقي لا نخلط التجريد في المجرد. التجريد هي حالة فنية ما معينة اللي تحدثنا عنها. المجردة هي التي لا تحمل عنوان. بيور صافية من المضمون والدخل وال 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 كل شيء. هي موسيقى
بعيدة عن أي شيء، هي ذاتية جدا. أنا حبيت أعمل هذه المادة الموسيقية وبثها، حتى ما لها عنوان، لها رقم، رقم واحد. عشان هيك كانت 33 كانت واحدة من العناوين اللي عندك ب... من العناوين. إيه هذا هذا أقول كان له هذا هذا كان له بحث آخر تماماً الرقم. ال ال الموسيقى المجردة من العناوين أو المجردة من الحالات الدرامية كان لها وقع. يعني أنت أحياناً تذهب إلى موسيقى، على سبيل المثال أشهر من يكتب بالموسيقى المجردة هو ياني. يعني بيكتب موسيقى جميلة، جميلة إلى أعلى المستويات، تأتي إلى الحفل لتستمع إلى المادة الموسيقية. أنا بعمل حفل، تأتي أنت بدون البروشور ما فيك تتابعني، بدك تتابع لأنه القطعة تبعي إلى تفسير تحتها وهي إلى حالة، أو أجمع لك كل هذول المقطوعات ضمن طقس ما معين في الحضارات القديمة على سبيل المثال، أو بروزك ضمن مادة ما معين اسمها مسرح غنائي ميوزيكال، تمام؟ ما بعمل حفل، كتبت مقطوعات للأوركسترا السيمفوني على سبيل المثال قطعة شام، تمام؟ خلص أنا بس حطيتك ضمن إطار شام، رح تدخل لعندي على القطعة الموسيقية وتسمعها وتتخيل الشام والشام القديمة وكل الصراعات اللي صارت قبل، تمام؟ يعني بيكتب شرح. أنا بالضبط، أنا أعنون وأدخلك إلى الحالة الدرامية اللي أنا حابب أوصلك إياها. تدخل إلى الحالة الدرامية دون أن تكون ظاهرا، وهذا بدي أحكي فيه عن بما يخص عملك ك يعني كموسيقى تصويرية، وهو يعني هو هلأ حدث مسلسل عم ينعرض، ما بدي أقول هلأ عم ينعرض وإمتى، لأنه نحن إمتى ما كنا على الهواء عم بيشوفونا العالم، فرح يوقفوا عند يمكن الشيء اللي بدي وصفك وصف حضرتك فيه. رأي شخصي أنا بشوف المخرج كل ما يعني نوع من الإخراج كل ما بيختفي وممثله بيظهر والحالة الدرامية اللي بتظهر والقصة اللي بتظهر بيكون ناجح المخرج أكتر. صح. بما يخص الموسيقى، أنت من الموسيقيين اللي ما عندهم فزلكة وما عندهم حب الظهور بكل أعمالهم، ومشان هيك بتنعطى علامات إضافية. هذا بده تدريب، هذا هذا شيء من يعني من أولويات العمل بشكل عام، ولا لا عندك بشكل خاص تشتغل عليه؟ صديقي نرجع نتحدث عن فكرة العلمية في التعاطي بدءا من التأليف وانتهاء بالمكساج والإعداد الموسيقي. هناك مصطلح في عالم السينما معروف ومتداول اسمه يجب أن تكون الموسيقى التصويرية محسوسة وليست مسموعة. الحسية أن أكون أنا متجانس بنفس الكمية من الإكسسوار الموجود على الطاولة افترضنا، والموسيقى والزي و و و و ثم الكلمة في تدرجات. لو أظهر سأضرب المشهد، مصطلحاتنا العامة بيقول لك الموسيقى وقعت المشهد، تمام؟ عندنا كثير من المشاهد التمثيلية الجميلة موسيقى بتوقع، تمام؟ خاصة وقت اللي عم بيحاولوا بالمكساج يرفعوا الليفل الموسيقي مشان يعمل هذه الأحاسيس الميلودرامية، بيكون ناي عم بيعزف أو كمان جاي يكسر له لوحدة، هذا لا يخدم الدراما. الظهور إذا كنت تريد أن تكون مؤلف موسيقي، الستيج هو مكانك، المسرح هو مكانك. ما في مؤلفين موسيقيين طلعوا بس من الشاشة السينما. بدك تصير مؤلف بدك تحط أوركسترا لايف على المسرح وتألف له وتكتب له وتطلع هنيك، وهنيك يعرفوك أنت مؤلف موسيقي. في الدراما السينمائية والتلفزيونية أنت أحد المكونات الأساسية، أنت واحد من الأعمدة. لذلك الصوت البشري بعيد عن موسيقاك بالموسيقى التصويرية؟ يتطلب العمل أشتغله في مسلسل توق. أنا ما سمعت. في مثلا مسلسل توق كان قصة هي أسطورية، تمام؟ بادية كويس، كان في 7 أغاني للأمير بدر بن عبد المحسن، أغاني نبطية جميلة كثير وجدانية، فيها حالات وجدانية، كان في 7 أغاني داخل المسلسل. مسلسل اسمها نص أغاني، نص الموسيقى التصويرية تبعه كانت مستوحاة من التيماتيكا العامة تبعه. بالمجمل ما أنك مضطر لتستخدم الصوت البشري، ما بتستخدمه. المبالغات في الموسيقى التصويرية هي فقر، يعني فقر المؤلف الموسيقي، أنك أنت تستجدي عاطفة وأحاسيس المستمعين بأنك تحط لك صوت وتعمل شوية آهات وهذا اللي بيصرخ فوق، ما له أي ضرورة. في مكونات أساسية لكتابتك للموسيقى التصويرية: البيئة، المكان، الحالة الدرامية،
قصة وطبيعة العمل. أنا ما بيصير فيه في أخطاء أحيانا عندنا في الموسيقى التصويرية تفوق كل الحاجات. بيت عربي في 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 الشام القديمة وأنا حاطط عليه بيانو، يعني مو دائما لازم، مو دائما بتزبط تمام. بيئة شامية وأنا عندي صوت لا يردد لا البيئة الشامية ولا طبيعة هذا الغناء، هو مجرد صراخ مسموع من قبلنا أو في مخزوننا السمعي من خلال موسيقى تصويرية في أفلام، فبنشوفها بنسمعها حلوة فبنيجي بنطبقها على مسلسلاتنا أيا كان طبيعة المسلسل. ما بيصير ما بيصير. هذا بيستفز عندي شيء مهم على فكرة، بيستفز عندي أني أسألك عن رأيك بما تسمعه من موسيقى تصويرية. أنا بعدني بالموسيقى التصويرية، ما فتت على السيمفوني ولا على العزف ولا على الوتريات ولا على شوف. أنا شخص أنا بحب الجميع، في من يكتب حاليا في الموسيقى التصويرية طلابي تمام، ونتداول التليفونات أحيانا، بس لا أخفيك سرا أخاف أحيانا أوجه ملاحظة لشخص ما معين يتحسسون منها. أنا لا أقيس حياتي على الريت اللي بيتفرجوا عليه العالم باليوتيوب شو اسمه، يعني دافيد أوسترخ أشهر عازف كمانجا ما عنده هذا الريت، ما عنده هذا الحسابات اللي والله على الفيسبوك عنده هالقد والله على اليوتيوب هالقد مشاهدينه، هذا ما له ليفل كويس. تحضر حفلة بيجوك الناس على المسمع بيعرفوك أنت أن تخلق لنفسك ستايل. هلأ توجيه هذه الملاحظات قلت لك هي بدأ حالة تسامح وتوافقية ونكران للذات حتى تقدر أنت توجه ملاحظات واحد للآخر. صار في كثير نقاشات وقصص حول طبيعة الموسيقى التصويرية تتبع أحيانا للمخرجين وتتبع احيانا في ناس عم يدرسوك لا في ناس عم يدرسوك ممكن يكونوا نقاد فبيقولوا انه اخي في وتريات كثير بموسيقى رعد اكثر من يعني الالات الوتريه بتظلم باقي الالات باختصاص شو بدك تساوي هلا يعني عمل مزبوط؟ طبعا مزبوط لك الوتريات الالات الوتريه هي كثير قريبه منا من عالمنا كونك عازف كمان اولا مو بس لاني عازف كمان وانما هي حاله الالات الوتريه هي كثير حاله وجدانيه في الموسيقى التصويريه قريبه من حالتنا الدراميه اللي بنشتغلها في مسلسلاتنا. ضيف على ذلك آلة تشيلو آلة كثير قريبه من عنا تمام. يعني انت بتطلع على الموروث العالمي في السينما العالميه قل ما يستخدموا تشيلو اله افراديه تمام. ايه في فيلم بالكامل بس تشيلو سبع سنوات في التيبت كان فقط تشيلو، بعدين بتلاقي حالات كثير افراديه، بس بالنسبه لنا هي اله كثير قريبه. الوتريات انا بشتغل على الحاله الدراميه، يعني انا مسلسل تاريخي ما فيك بس تشتغل فيه وتريات، في معارك والسنه الماضيه بمسلسل نابليون والمحروسه في آلات نحاسيه اكثر من الوتريه ب 100 مره. لأنه تشكل هي تلتين المسلسل، نابليون، الحملة على مصر، العساكر، المكانات، المعسكرات، المعارك، هذا ما فيك تشتغل فيها وتريات، هذا أنت بين المادة الإيقاعية الكبيرة والمادة النحاسية. مش هيك حلاوة تروح ما يعني كان ما له علاقة تماما، ما له علاقة تماما. كان في شيء شوف الأرواح المهاجرة عمل ما دخل فيه إلا الوتريات، هيك طبيعته، ولا آلة ولا صوت بشري ولا شيء ولا شيء، هي مجموعة موسيقى حجرة، كنا أربعة كمان أول أربعة كمان تاني يمكن ثلاثة فيولا ثلاثة تشيلو كونتر باس واحد. كل الموسيقى التصويرية تسجلت بهات في قطعة واحدة فقط فلوت، لأنه إلها حالة وفلوت كتير هيك وجداني مؤلم وليس فلوت الحب اللطيف مع الأجراس، لا لا لا. عمل في أعمال نحن على سبيل المثال جبنا على سبيل المثال المسلسل توق، عملنا على البيئة كثير، على اشتغلنا على آلة الرباب، على موروث الرباب
التيماتيك اللي موجوده فيها، الايقاعات البسيطه لانه في الصحراء ما في هذه الطبول الكبيره. تمام. طبعا هذا كان اللاين الانساني الاجتماعي. في كان شغله ثانيه اسمه خرافه واساطير، وهذا هي كانت فيها اصوات غرائبيه، سنتيزاتر، برات الالات الحيه، حتى نقدر نترك مجال للانسانيات شيء اخر كليا. يعني هذا بيعنيني كثير انه انت كنت عازف الكمان الاول بالفرقه باول فرقه سيمفوني سوريه، بيعنيك بتشوفه هلا حاضر بكل ما تقدمه ان كان موسيقى تصويريه او مقطوعات خاصه؟ صديقي انا كثير ولا هو حاله تراكميه؟ انه هو بالعكس، انا كان لي الشرف انه مع الاستاذ صلح الوادي الله يرحمه انه نبدا في هذا المشوار بتأسيس الأوركسترا السيمفونية. طبعا قبل كنا عم نشتغل بالفرقة الأصغر، الأحداث كان في 1993. بالعكس يعني كانت فترة مهمة جدا في حياتي، بأنك تكون أنت العازف الأول في الأوركسترا هو الماستر الثاني، الماستر الثاني في الأوركسترا، في تداول المواضيع والمشاريع والحفلات وحتى العزف الإفرادي، لأن أنا بصفتي العازف الأول كثيرا ما كنت أضطر أني أعزف الفقرات إفرادية. فبالعكس هذا كان بالنسبة لي حالة كبيرة ما معينة. يمكن توقفت من 6-7 سنوات تقريبا من الأوركسترا السيمفونية، زخم الموسيقى التصويرية ما عاد عطاني مجال أني أعطي هاد بنفس الكمية اللي هاد، خاصة يعني اللي عمل لي بده تفرغ كامل. احنا 8-9 أشهر عم نشتغل على مسلسل أسمهان. المسلسل أسمهان أخذ مني كل الوقت، بين أنك تأسس لهذه المغنية وبين أنك تأسس للموسيقى التصويرية، فكأنك عم تشتغل أنت مسلسلين ومهلكين بشكل هائل وكبير، وكان بده تدقيق ومراجعة تاريخية. وهذا يمكن هون كان الحالة الفصل اللي خلتني شوية ابتعد عن الحالة السيمفونية. بس اشتغلت كقائد أوركسترا في أكثر من حفل انتقلت. يعني في فرق يعني بين انك تكون عازف كمان اول وبين انك تكون كوندكتر. تمام. فرق بشو بالنسبه لك؟ هلا لك اكيد كوندكتر انت تكون عندك مسؤوليه كبيره. تمام. تقود كل هذا الجيش. طبعا كانت المتعه في الاداء شيء اخر. يعني انت قاعد مسموع ومشاهد من قبل كل العازفين، وكانك يعني الليدر حقيقه، القائد هذه المجموعه بالكامل. قياده الاوركسترا يمكن انا بشعرها اسهل من انك تكون كونسرت ماستر. تمام. كونسرت ماستر انت وراك جيش من عازفين الكمانجات، بدك تقودهم بقوسك وبعزفك وبادائك وبمسمعك. تمام. وفي ان واحد انت بتطلع على كل العازفين، بتطلع على كونسرت ماستر تشيلو وتشتغل انت وياه، بتطلع على الفلوت والاوبو بتشتغل معهم، يعني في حاله كثير. هون انت الكل مرهون بعصا قائد الاوركسترا، يعني خلينا نقول اجباري عنهم بدي. طب احساسك بالمقطوعه اللي بتكون تاليفك انت بين انك تكون عازف كمان اول او قائد للمقطوعه او مستمع مع الجمهور؟ لا انا بحب قودها حتى اقدر اوصل كل التفاعلات والاشياء اللي انا رغبان فيها للعازفين. قود السرعات، قود الاحاسيس، جمله المشاعر المتناقله بين الالات، مستوى الحميه اللي بتوصلها الاله، الكولمينيشن، الكلايمكس، خلينا نقول اللي التفاعل العالي اللي لازم توصل لهذه الماده. يعني قل من عزف لي شيء ما انا قدته. على سبيل المثال مشروع يمكن الوحيد اللي هو مشروع البانوراما حرب تشرين، وقت اللي كنا عم نسجل الماده اتفقنا انا والاستاذ صلحي انه انا استغل عزفي انا كعازف كمانجه، اني يعني تكون آلتي ضمن مجموعه الكمانجات وهو يقود العمل. وبالعكس يعني ركبت بشكل صحيح وجيد وهو قاد العمل بالكامل. هون لازم نوقف عند الاستاذ المايسترو صلحي الوادي. حقيقه ما اسعفنا الزمن انه اني استضيفه، انا كنت بتمنى هذا الشيء الله يرحمه، لكن يعني مكسب انه عم بلتقي احد اكثر الاشخاص قربا منها بعتقد حضرتك. قضيت معه مده طويله، علاقه كثير كانت خاصه بعتقد، وفي شبه بين بعض يعني حتى بقدومكم من العراق والخ. انت وصلحي الوادي علاقه ماذا؟
أب وأبن بالتبني بنوع آخر، هل تلميذ وأستاذ؟ هلا الجملة العامة بيقول لك إيه كل هذول، بس في شيء روحاني ارتبطنا فيه من أول ما أول مرة جيت على الشام، كانت في إجازة، فكان الأستاذ حميد البصري الوالد كان عامل أوبريت اسمه أوبريت زنوبيا مع فرقة زنوبيا، وكان عم بيقدم في الحمراء أوبريت كبير غنائي، وكان في مقطع سولو للكمنجة فطورته أنا، صار كادينزا، صار تكنيك عالي هذا. فكانت الله يذكره بالخير الدكتورة نجاح عطار دعت بعض المدراء من ضمنهم الأستاذ صلحي، وقعدوا يتفرجوا على العرض الجنرال قبل ما نقدم عروض. فأنا كنت قاعد ما اشتغلت بالعمل إلا عزفت هذه السولو بس وفقط. فالأستاذ صلحي الله يرحمه خلص العرض فراح ورا المسرح، شاف الوالد، كان الوالد بيعرفوا بعض، وكان بلش يدرس الموسيقى العربية في المعهد، كان وقت ذاك معهد العربي، نعم. يعني معهد صلحي الوادي القديم لسه ما افتتح، معهد العالي. فسألوا قال له منين جايب هذا التسجيل تبع هذا الكادنزا الصغيرة اللي انعزفت؟ قال له لا لا لا، هذا مو تسجيل، العمل كله لايف، واللي عزفها ابني رعد. قال له أي ابنك رعد؟ قال له ابني رعد اللي بيدرس بموسكو. فوقته صلحي هون تعرفنا على بعض أول مرة، فقال لي كلمة، قال لي إمتى رح تخلص دراستك؟ قلت له يفترض أنا يعني 89 90 أنا بكون خلصت. قال لي بترجي تجيني على الشام؟ ترجع لي على الشام؟ كلمة هيك أقل من عادية، يعني شخص بيشوفك أول مرة وسمعان عنه نوعا ما، أنا ما بعرف بكل تفاصيل، بس في شخص عم بيقول لك فيك ترجع لعندي أنا هون على الشام؟ أنا بالتسعين قررت أنه أرجع لدمشق بسبب تواجد الأهل أولا، ثم دخلنا إلى عالم عجيب غريب في كمية العمل. يعني أنا كنت أطلع من 7 الصبح ما برجع لآخر الليل، ما بعرف شو عم بشتغل مع صلح الوادي بكل شيء، بالامتحانات، بالوتريات، بالفحوصات القبول تبع المعهد. افتتحنا المعهد العالي للموسيقى في 1990 على نفس المنوال، نشتغل 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 ما نعرف ليشو، في هوس مربوطين فيه. أنا بالنسبة لي هذه المؤسسة التعليمية يعني يمكن لو للدقيقة هاي عم نشتغل فيها بالمجان بشعرها هذه وظيفتي أنا مثل الدكتور، إنه إذا في هذا القسم تبع الدكاترة تمام، إنه المخنوق هيك بتساوي له والحامل هيك بتولدها، وهذا قسم أنا عندي هذا القسم تلقائيا، إنه هذه المؤسسة مؤسستي. أول خناقة كبيرة بيني وبين صلح الوادي الله يرحمه، قلت له لا تقلي بتحب الموسيقى أكثر مني، ما تزاود علي، خناقة كانت كتير ضخمة على شيء سخيف يعني. هذا الشخص اللي بشعرك دائما انه لك قيمة كتير كبيرة عنده، بس ما بيقول لك ولا كلمة ولا بس هو دائما انت بالنسبة له قيمة كتير عالية. ايه انا بشعر حالي ابنه، انا بشعر حالي ابنه، وهو حقيقة عوضني كثير اشياء، خاصة بعد سفر الوالد ما حاول يشعرني بهذا الموضوع، خاصة في فترات اجتيني طلبوني لأدير أكثر من فرقة في سوريا، طلبوني في لبنان أدرس وأعزف بالأوركسترا السيمفونية، طلبوني في عمان روح أفتح مدرسة موسيقية طويلة على رياض السلطانية، في كل مرة نفس السؤال ونفس النوع الاستجداء بكل قوة وصل حلوة. ها هلأ أنت رح تتركني هلأ؟ نفس المادة، وكل مرة بقلي المغريات كثيرة بس مشروعي مو مالي، مشروعي فني، وإذا أنا وياك هون حطينا إيدنا بإيد بعض وبدينا من هذا الصفر خلينا نسميه في المعهد العالي، أنا بدي أكمل معك. ما استبقاك أكثر ما صدق، أو كان عنصر إضافي باستبقاءك؟ الله يرحمه وليد غلمية اتصل بصلح الوادي وقال له أنا ماني فهمان، هذا البنود اللي اقترحناها لرعد ما اقترحناها لحدا في الحياة، لا المبلغ ولا البيت ولا الطريقة ولا هذا، ويقدر يرجع يدرس عندك يعني يشتغل معنا ويقدر يرجع على الشام يدرس عندك. قلت له ما بتحرك برات الشام. فقال له أنا ما شايف إنسان غريب مثل رعد خلف يرفض هذا النمط من العقود. العقد الأكبر كان في عمان تمام، بس أنا أشعرها كل هذه منافي،
يعني هذه حالة من المنفى الفني. كويس. أنا قررت واتخذت قرار بحياتي أني أعمل في مجال بالفن، وأن هذا الفن هو النمط الموسيقي، وأن هذا النمط الموسيقي هو الجاد، وأنه أنا تربيتي في البيت الملتزمة، بدينا حديثنا فيها تمام من خلال الوالد والوالدة، لم يسمح لي إلا أن أكون رعد خلف اللي حاليا أنت بتعرفه في كان بها ما في، خلاص أنا عايش بأغنى رجل في العالم، لأنه عندي مادتي الموسيقية اللي أنا بشتغل عليها ومستمتع فيها، وعندي كمية هائلة من الأجيال اللي أنا قدرت أخرجهم من المعهد العالي. بتحاول تأسس العلاقة مع طلابك تشبه هاي العلاقة اللي بينك وبين صلح الوادي؟ طلابي بالكامل بيعرفوا أنهم كلاتهم إخواتي الصغار بالكامل، ضمن حدودنا المعينة هم بيعرفوا بأنهم كتير مقربين مني، وأني أنا طموح لأني ربيهم ويتكونوا بشكلهم الكبير، ولا أهينهم، أن أحترمهم وأن يتعاملوا معي أنا أعاملهم بصفتهم الاحترافية. بس اختلفت العلاقة بين الطالب والأستاذ بين الزمن اللي كنت فيه مع أستاذ صلحي والآن، يعني هلأ في أروقة بالمعهد وفي يعني بتقعدوا مع بعض بطريقة مختلفة بتحكوا، ما بعرف هل هذا هل العلاقة مع الأستاذ صلحي كانت علاقة رسمية داخل المعهد لسبب بسيط، أنه أنا أستاذ في المعهد وأساسي وهو عميد للمعهد. العلاقة حاليا مع الطلبة طبعا أكيد هي بتختلف، بس أنا لا أخفيك سرا، هذه العلاقة مع الطلبة بيني وبين طلابي كانت وقت كان صلحي الوادي موجود تمام، يعني حالة الدخول لعالم الطلاب هي حالة صحية جدا، لأنه إحنا قلائل، أنا ماني أستاذ جامعة بفوت على مدرج 500-600 واحد قاعدين ما بعرف أسماءهم ولا بعرف مين هم وأشكالهم كمان ما بعرفهم تمام. إحنا هون كتير حالة خاصة، الحالة الموسيقية، الصف بالمجمل يعني طلاب الكمنجة هي علاقة كتير حميمية لازم تكون بينك وبين هذا الشخص لتقدر تقدم له هذه الحالة الفنية الموسيقية اللي بيرتقي فيها بالناتج. فرقك اللي أنشأتها من طلابك غالبتهم أو يعني أصدقائك وطلابك بدي واقف عند ماري وهي عزفت القيثارة الشهيرة الجميلة، يعني حتى راحت لمصاف الأسطورة إذا بدك بشكل من الأشكال، 50 عازفة من عازفة دمشق الجميلات، شو اعتزلوا؟ لا توقفنا توقفنا لأكثر من سبب. طبعا توقفت أنا قبل الأزمة. شوف لك، هو مشروع مجنون، أنت تأسس مشروع، بس تأسس مشروع أوركسترا سيمفوني، أوركسترا سيمفوني بدها مؤسسة ترعاها تمام. أنا أسست مشروع خاص اسمه أوركسترا ماري، وبدأنا فيه، بده دعم مالي كبير من نوطات لآلات موسيقية. نو نو نو، أنا جمدت المشروع لفترة ما معينة لأقدر ابني مستوى من العلاقات، أو مستوى خليني أقول لك من بناء فندام، بناء أساس، لأقدر وقت اللي أرجع أقلع مع أوركسترا ماري مرة ثانية يكون عندي هذا الباصص، هذا الأساس موجود، أقدر أنطلق فيه، ساعد فيه هذول الصبايا بأنه نرتقي بهذا الأداء. بده المساعدة كبيرة مالية، هذا حقيقة. وقت أقلعنا كثير من المؤسسات مشكورين الخاصة قدرت أنه حقيقة تساهم مع الدولة بأنه يرعون هذا المشروع. لا أخفيك سرا، إحنا سنعود مع بداية هذا الموسم في 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 الشهر التاسع، لأنه أصبحت أوركسترا ماري هو تحدي. موجودين الجميلات؟ رجعنا لمينا باللستة، طلعوا معانا للدقيقة هاي 54 عازفة سورية، قيد الحب، قيد الشغل حاليا وهلا تمام. في بالضبط، في عنا استفاء، في عنا آلات مقصرين فيها، يعني مثلا ما عاد في عازفة، يعني ما عاد في عازفتين أوبوا، في واحدة فقط بس. مثلا كنت أعي، يعني تعبنا لندور على عازفات كونترباس، احنا حاليا عنا ثلاثة. عجزت لدور على عازفات إيقاع الآلات الأوركسترالية، حاليا عندي ستة تمام. فبنقول إذا الله راد نقلع بالمشروع بشكله لقيتهم للعازفة، لكن هذا بيخليني
أكون متفائل أنه حتى الفرق اللي أنشأتها بيكون أسهل أنك تلاقي إذا لقيت ماري وبدها ترجع قريبا إن شاء الله موعودين أنه ترجع. سؤالي الأخير بصراحة، أنت تركت وطنك وهذا نقطة بلشت فيها بس لازم أرجع فيها، أضعت وطنك مرة ولا ولم تغادر دمشق لجملة قلتها بأكثر من مكان، ما بدك تضيع وطن مرة تانية. وحتى في بالتراث العراقي أو بالغناء العراقي اللي مضيع وطن بسوق الوطن بسوق الذهب بسوق، صح ولا لا؟ صحيح. واللي مفارق بالأخير واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى؟ هلا بصراحة أستاذ رعد خلف، نحن نضيع أوطاننا لأوطاننا هي اللي مضيعنا؟ لا أكيد نحن بشوف لك، أنا قلت جملة، قلت عزيمة الناس في سوريا للبقاء والعيش أحد الأسباب الرئيسية اللي بتخليني أنا ما أتحرك خارج هذا البلد، وتلي أنت بتنزل من أجل أن تبقى دمشق بهذه المعيشة، تنزل على مؤسستك التعليمية بتلاقي طلابك قبلك جايين وبالكامل، إجباري عنك بدك تتفاعل بهاي الحياة، إجباري عنك بدك تقر بأنه هذا البلد ممنوع تضيعه مرة تانية. ما في وطن بيضيع أولاده، نحن لازم نرجع لطفولتنا، بيجيبونا الليجو بيجيبونا المكعبات وبنصفها وإحنا صغار لا إراديا كيف ما بدنا، وأحيانا بنصفها بأشكال يذهلون الأهل بأنه الطفل بهذا العمر قادر أن يصنع هذه التشكيلة، ما بنعرف نرجع نشكل حياتنا مرة ثانية من أول جديد، نو نحن قادرين. بس نحن العرب بالمجمل فينا كسلنا عامة كسلنا ذهنية، تمام؟ يجوز المرحلة أثبتت بأنه أثبتت لكل واحد فينا المقاومة للحياة الإرادة هذه الكبيرة، لأنه بلدنا كتير جميلة، نحن بدنا نحاول كيف نفهم شلون نحافظ عليها. هذه بدها دراسة، أنك تعيش عشوائي كتير صعبة.